أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام، وفقرتنا الصحية اللي من خلالها رح نتعرف وإياكم على قضية قد تعاني منها بعض الفتيات صغيرات السن وفي سن الإنجاب تقريبا من عمر 15 إلى عمر 35، هي موضوع الأكياس الوظيفية في المبيض واللي لها آثار سلبية، ويعني عدم معالجتها قد يؤدي إلى مراحل متقدمة في موضوع الإنجاب وموضوع الحمل أو القضايا الإنجابية أو الصحة الإنجابية بشكل عام. على كل حال ضيفنا الكريم عنده تفاصيل وعنده معلومات في هذا المجال فيما يتعلق بموضوع الأكياس الوظيفية في المبيض عند الفتيات الصغيرات، فبرحب بالدكتور مازن فريج بشتاوي وهو أستاذ مساعد في كلية الطب في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا، صباح الخير. أهلا، بحب أشكرك، بحب أشكر التلفزيون الأردني على استضافتي اليوم. حقيقي هذا موضوع كتير مهم، موضوع عم بيواجهنا في العيادات بشكل يومي، انه الاكياس الوظيفيه اللي موجوده في المبيض هي بتحدث لغالبيه الستات. يعني في احد الاحصائيات اكثر من 70% من الصبايا الصغار والستات في عمر الانجاب ما بين عمر ال 15 وعمر ال 50 بتكون عندهم اكياس. لحسن الحظ اغلب الاكياس هذه وظيفيه، بمعنى انها بتنتج نتيجه التبويض اللي بصير بشكل دائم عند الستات بمعدل مره في الشهر. هاي الأكياس بطبيعتها بتختفي لوحدها، جزء ضئيل منها فقط. هلا ظهورها طبيعي، بس يعني لازم يروح، يعني مش لازم تضل في أكياس أو ما يسمى بالسيست. بالضبط، مش هيك سيست؟ صحيح، السيست. طيب هلا احنا دكتور بنقول على انه احنا لا نهتم بصحتنا الإنجابية الا بعد الزواج الفتيات، لكن العلم الحديث والتطور بيقول يجب حتى في موضوع هشاشة العظام وتكثيف نسيج العظم لازم يتم من عمر المراهقة، وموضوع العناية بالصبايا صغيرات السن من في الصحة الإنجابية موضوعهم صغيرات السن، لأنه هي حضرتك بتقول إنه تصاحب هاي المرحلة مشاكل صحية في المبيض. صحيح جدا، انا بحب رغم انه نحن ما يعني متخيل ان هذه فقط تصاحب المراه المتزوجه او بعد الزواج او لا. بحب اشكرك لانه هذا موضوع مهم. هلا احنا عم ننتقل لموضوع البريفنشن، موضوع انه احنا نتابع مرضانا قبل ما يصير عندهم المرض. يعني صبايا كثير مرات بيعانوا من غياب عن دوام في المدرسه او غياب عن الدوام في الجامعه نتيجه الام اسفل البطن، الكل بيفترض انه هاي الام عاديه ولازم الصبي يتحمل وما لازم تشيك، هو عبارة عن زيارة بسيطة للطبيب، بيعمل سونار وبيكتشف إذا كان موجود في هذا الكيس أو لا. الأكياس هذه اللي موجودة في أغلبها إحنا بنتابعها، يعني نطلب من الصبية أو من أمها ترجعها مرة ثانية بعد شهرين ثلاثة، وفي أغلب الأحيان بيكون هذا الكيس اختفى. أنا ضد التسرع في التداخل الجراحي، التداخل الجراحي موجود وإله أهميته، لكن في أغلب الأحيان الصبر فقط لحاله هاي الأكياس بتظهر وبتختفي. صبايا كتير بتظهر أكياس وبتختفي بدون ما يكون عندهم أي أعراض. يجي دور العلاجات اللي موجودة، فبتروح الصبية الصغيرة وبيكتشفوا الكيس. هلأ زمان كنا نعطي حبوب هرمونية زي حبوب المنع الحمل حتى تحاول انه الكيس يضمر ويصغر، لكن كل الدراسات الحديثه بتقول انه هاي الحبوب الهرمونيه ما لها اي دور، هذا الكيس الوظيفي راح يختفي لوحده بدون اي ادويه هرمونيه، والادويه الهرمونيه ليس لها اي دور بتاتا في تدويب الكيس. هذا المصطلح اللي بيستعملوه مرضانا، انه احنا رحنا وهذا الدواء عشان يدوب الكيس، لكن الادويه الهرمونيه لها مكانتها برضه. يعني اي صبيه احنا بنحس انه عم بتكون عندها اكياس او نعمل لها عمليه لهذا الكيس، بالتالي بنعطيها هاي الحبوب الهرمونيه حتى نمنع الكيس انه يتكون في المستقبل وليس لعلاج الكيس. الاكياس الوظيفيه انواع، يعني منها الاكياس البسيطه لكن منها الاكياس الاخرى زي الاكياس المرتبطه ببطانه الرحم الهاجره، الاكياس بنسميه الاكياس العجائبيه اللي يمكن المرضانا بيعرفوها، بيكون في اسنان وشعر موجود داخل هذا الكيس. كل هاي الاكياس هي اكياس بسيطه يتم معالجتها في المجمل بالانتظار، واذا ما صار في مشاكل او اعراض معينه نلجا للحل الجراحي، وللحل الجراحي في اغلب الاحيان لازم يكون بالمنظار وليس بفتح البطن، لانه طبيعه الكيس هو كيس بسيط والعمليه بالمنظار عمليه كثير بسيطه. ف
فالصبايا الصغار اللي بيكونوا مثلا في المدارس او في الجامعات ما بدنا نعملهم عمليه كبيره اللي يقعدوا شهر كامل يتغيبوا وتاخروا سنه، هي عمليه بسيطه دي كيس، بتفوت المريضه بتعمل عمليتها وبتروح في نفس النهار، خلال يومين ثلاثه بترجع لدوامها وبترجع لحياتها الطبيعيه. انا لما بحثت عن الموضوع لما حكيت مع حضرتك بحثت عن الموضوع عجبني تشبيه انه الاكياس اللي على المبيض للفتيات صغيرات السن زي الحبه اللي بتطلع على البشره، على البشره بتم هي يعني بتروح لحالها، بتطلع على حالها وبتروح لحالها. مش بالضروره يكون هناك في علاجات مبدئيا، لكن ايضا لكل الحالات في شواذ. هلا احنا بنتحدث على ليش احنا بنحكي بهذا الموضوع دكتور؟ نعم بنحكي في هذا الموضوع لانه في اثار صحيح. سلبيه صارت يعني صحيح. حضرتك كطبيب قلت صحيح. انه في اثار سلبيه صارت وشفتوها على صحيح. فتيات صغيرات وفي عمر الانجاب او في مرحله الانجاب. صحيح. هلا السلبيات انه مرات بصير في استعجال في اجراء العمل الجراحي. يعني صبيه صغيره كيس 3 سنتي 4 سنتي، هذا الكيس غالبا ما بيدوب لحاله. هلا اذا استعجلنا احنا في العمليه الجراحيه راح يكون له اثاره السلبيه على الصحه الانجابيه. اي عمليه جراحيه في البطن ستؤثر على المبيض في المستقبل، ستؤثر على قدره هاي الصبيه الصغيره على الانجاب في المستقبل، لان العمليات الجراحيه التقليديه وفتح البطن تترك التصاقات داخل البطن، فراح تاثر على هذه الصبيه طول حياتها. الشيء الثاني احنا في مجتمع شرقي وما بنقدر ننكر بانه انه الصبايا اللي عاملين عمليات كثير وسكار وندبات موجوده في البطن الى حد ما لسه هاي موجوده في مجتمعاتنا، مع انه مجتمعاتنا هلا عم تتطور وعم تتغير، لكن هذا شيء موجود واحنا لازم نحكي عنه. الشيء الثاني انه احنا الحمد لله في الاردن احنا الهب لمنطقه الشرق الاوسط كله، يعني احنا الاغلب المرضى اللي عم بيجوا من الدول المجاوره بيجوا لعنا لانه الطب اللي عندنا طب ممتاز ويوازي في كثير من المجالات الطب اللي موجود في خارج الاردن، فاحنا الحمد لله احنا تجاوزنا هاي المرحله والان اغلب عملياتنا عم نعملها عن طريق المنظار. التداخل الجراحي له فقط حالات شاذه جدا زي ما انت حكيتي، انه مرات الكيس يعمل التفاف في المبيض فبنضطر نرجع المبيض لوضعه الطبيعي. مرات يصاحبه ألم شديد. نعم احنا قلنا دكتور احنا عم نحكي هيك حتى ما يصير في تفاقم من الوضع وبالتالي استئصال المبيض صحيح. وبالتالي الصبية بتتعرض زي ما قلنا. يعني احنا بعد شوي عنا فقرة عن الوصمة الاجتماعية نعم. اللي بتنحط على المريض النفسي او صحيح. لمن يقوم بالمعالجة النفسية صحيح. وكمان في وصمة لصبية طب ليش عملت المبيض، معناته ابصر رح تنجب ولا لا صحيح جدا. فاحنا ليش نحط حالنا في دائرة الشك او في دائرة المقولة او يعني دائره التخويف او الخوف مثلا من معين. عشان هيك احنا حبينا نحكي على هذا الموضوع. لما تنمغص البنت اكثر من مره مش انه لا انه كثير فيه، وحضرتك قلت لي انه قربت الدوره الشهريه صحيح. هذا الوجع غير مصاحب غير الوجع المصاحب لوجع الدوره الشهريه، هذا وجع غير مبرر، لازم يصير زياره لطبيب نسائيه صحيح. حتى لو كانت الصبيه مش متزوجه صحيح. يجب زياره الطبيب لانه هو اللي بيفحص بالالتراساوند بشوف السيست الموجود او بشوف الكيس على المبيض وبالتالي معالجته. صحيح جدا. اغلب الحالات اللي بتجينا هي الحالات المهمله اللي الصبيه تفاقمت وانتركت لفترات طويله وبيجوا في العاده بحاله طارئه في نص الليل هذا نتيجه الوجع الالم بالضبط. انما هي مساله بسيطه. انا كثير عجبني وصفك بحبه الوجه لانه فعلا زي حبه الوجه، متابعه بسيطه مع طبيبها بتابع لها هذا الكيس، غالبا خلال دورتين او ثلاثه بيختفي هذا الكيس. الحالات التداخل الجراحي حالات بسيطه جدا، الحالات اللي ممكن انه يصير في نزف داخل الكيس بيعمل الم شديد، وحتى مرات بصير نزف داخل الكيس لكن بيكون تحت السيطره، بمعنى انه الدكتور بيشوف بقول اي في عندي نزف داخل الكيس انا ما في داعي اعمل عمليه جراحيه، خلينا نصبر 48 ساعه وخلال 48 ساعه بيكون رايح الوجع. اذا الاكياس هي ظاهره موجوده، ظاهره موجوده بكثره، 70% من السيدات والصبايا الصغار بيكون عندهم اكياس، ما في داعي الام انه تخاف واول شيء بيروح على بال المرضى انه الاشياء الغريبه والاشياء الصعبه، لا هي اشياء بسيطه وحلها موجود ومتوفر في اغلب مستشفياتنا الحمد لله، وحلها بسيط، متابعه والعمليات الجراحيه الان اصبحت بسيطه. نعم. يعني زي ما هلا ما في وقايه منه لانه مش معروف سببه اصلا وهذا شيء وظيفي، يعني زي ما قلنا هو اكياس وظيفيه، هو من وظيفه المبيض ان يكون في اكياس، بس الأهم من هيك أنه نكون عارفين كيف نتعامل معه بطريقة ما يؤدي إلى استئصال المبيض وبالتالي تتعرض الفتاة لأنه لا صار عندها مبيض مستأصل، معناته قدرتها الإنجابية
ضعفت صحيح أو جدا، مع انه يعني العلم كله بيقول انه ازاله مبيض واحد لا تؤثر على الصحه الانجابيه، يعني كثير مرضى انشال المبيض وضل المبيض الثاني موجود وقدرتهم على الانجاب لم تتاثر. نعم. واغلب الدراسات بيقولوا انه يعني خلال 3 سنوات واربع سنوات الستات اللي يكون نعم. المبيض مشيول تماما نعم. عندهم القدره على الانجاب بشكل طبيعي. احنا بناكد دائما على البريفنشن، بناكد دائما على انه المرضى اذا صار عندهم اي اعراض يراجعوا طبيبهم، هذا هو افضل شيء، احسن ما ينتركوه. نعم. طيب دكتور انا بدي اشكر حضرتك ونتمنى دائما الصحه والسلامه للجميع. شكرا جزيلا لحضرتك، صباحك طيب. شكرا جزيلا. شكرا.